اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا وضيف مهم جدا، فخليني احكي لكم حكايه مهمه جدا. بتبدا قصه الحب يعني بعد معرفه وبعد طبعا احداث مثيره وجميله بين اي ولد وبنت، بين اي رجل وامراه. وطبعا الحب ده بيبدا اما بقى في مكان عمل او في دراسه او في اي حته، والحب طبعا بيغلف بعد كده برغبه شديده في الارتباط ثم الجواز. هذه اللحظات السعيدة بتجهيز البيت، المصاحبة دائما بكتابة كلمة حب في كل مكان في أركان البيت تفاؤلا ببداية حياة رائعة. ويوم الفرح طبعا يتم وكل حاجة تمشي تمام والكل فرحانين وسعداء، ورمي بوكيه الورد كالعادة في التقليد المشهور يعبر عن أنه انطلاقا لحياة أفضل احنا رمينا الورد للي المفروض عليه الدور. لكن تبدأ الحياة الزوجية بمشكلة. الست تعاني من مشاكل أثناء العلاقة الزوجية، آلام أثناء الجماع، بنت كل شوية أو ست بقى خلاص بقت مدام تعاني من آلام في البطن بتجيلها بتخليها مش قادرة تاكل ولا تشرب، وتجيب قربة وتحطها على بطنها تقول لك أنا عندي مغص، يمكن كلت حاجة، جالي برد في المعدة. المشكلة أنها بيجيلها نزيف من المهبل كل شوية، وكان بادئ معاها من فترة الحقيقة قبل الجواز لكن كانت متجاهلة، ومشاكل كمان في التبول، تروح الحمام يحصل لها مشاكل في التبول والتبرز، إمساك وألم، كلمة ألم فرض نفسها باستمرار، وجود تميل احيانا في الرجل مع الم في الرجل تقول لك ده ظهري كان مشاكل فيه، تفسرها بانه فيه املاح في الكلى، ده فيه ورم في الرجل بدا يحصل، وبرضه قيء ومشاكل في الجهاز الهضمي. والبنت والست تبدا بقى تدخل في مشاكل لها نفسها تخلف، هي صحيح بطنها كبيره شويه عن الحجم الطبيعي لكن مفيش كل اختبارات الانجاب عندها سلبيه، فتبدا بقى المشاكل تظهر، ان الام بتقولها ايه مفيش حاجه، الدوره ما انقطعتش، لا ما انقطعتش، طب مفيش حمل، عملت اختبار حمل، لا مفيش، ده انا مش عارفه كمان. البنت بتقول انها تم العمليه الجنسيه لانه بتحصل الم اثناء العمليه الجنسيه. الحما ممكن تتعامل بطريقه سلبيه وبطريقه فيها نوع من الخشونه مع الاثنين، والام بتتعامل بحنيه، لكن في الاخر الهدف انها تعرف ايه السبب، ايه القصه. اتاري القصه لغز كبير هنتكلم عنه بالتفصيل. الحقيقة ضيف النهاردة قيمة علمية كبيرة، سعينا منذ فترة طويلة إن هو يكون ضيفنا النهاردة، اسم كبير يمتلك شيئين مهمين جدا، التاريخ الطويل في العمل الطبي المبدع والإنجاز الرائع جدا، وأيضا الحاضر الذي نفتخر بإنجازاته على أرض الواقع الآن في 2015، لكن لا يغفل أبدا إنه واحد من يعني من رواد طب النساء والتوليد في مصر واسم كبير في هذا المجال. النهاردة بنستضيف اسم نفتخر بأنه موجود معنا في الدكتور، وطبعا كالعادة هذا الافتخار بينقلب إلى رغبة عارمة في معرفة المزيد والمزيد من علم عالمنا الجليل. الاسم الكبير هو ضيف النهاردة، الاسم الكبير هو طبعا الأستاذ الدكتور أيمن عساف، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب وعضو مجلس إدارة الجمعية العالمية للمناظير والمؤسس لأول مركز خصوبة في الشرق الأوسط. الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا دكتور ايمن، يعني شرف كبير لينا ان انت قابلت زيارتنا، وشرف كبير لينا ان احنا نكون معاكم مع مشاهدينا. يعني ده يعني خليني بقى اسال اولا سؤال مهم جدا حضرتك، يعني نقدر نقول انجازات على مدار سنين طويله من عمل في مجال النساء والتوليد، في مجال الاخصاب عموما ما شاء الله، يعني حالات لا حصر لها ما نقدرش نقول، لكن هو سؤال كلاسيكي جدا، لماذا فكر استاذنا الجليل في انه يبدا حواره معانا بالاورام الليفيه؟ ليه اختار في الموضوع؟ الاورام الليفيه هي اكثر اورام منتشره عند السيدات. وعايزين نقول لك ان احنا بنقولها الستات اللي في سن 30 ل 40 لو خدت 10 ستات ما بتشتكيش من حاجه، 3 منهم هيطلع عندهم اورام ليفيه. بالاضافه ان مش لازم يكون في اعراض قويه، ممكن يكون ما فيش اعراض خالص. انما بتهمنا بقى لما تكون في اماكن معينه او عامله اعراض. فلانتشار هذا المرض، انا فاكر احنا سنه 98 عملنا اول مؤتمر عالمي على الاورام الليفيه في مصر. 98 لأهمية هذا الموضوع عالميا وطبعا للستات كعموما، يعني عشان كده اخترنا هذا الموضوع. وبرضو علاقة الأورام الليفية مع الحقن المكاري، فإذا أنا عندي أكتر من سبب يخليني أختار الأورام الليفية
للستات. إذن يبدو أن الحلقة تنقسم إلى قسمين، الأورام الليفية ووقوعها أو وقوفها عائق أمام إتمام عملية الحقن. بالضبط كده. هنبدأ بالجزء الأول. طبعا كلمة مثيرة للغاية تطرق الأذهان، تضع أمامها الكثير والكثير من المخاوف، وهنا يبقى السؤال المهم، ما هي الأورام اللي فيها؟ كلمة ورم تخيف الست. عشان نطمن السيدات، هو ورم حميد وحميد جدا، ونسبة تحوله إلى شيء مش حميد نادرة، وعشان كده احنا بنقول هو ورم حميد بيطلع من عضلة الرحم. عضلة الرحم سمكها تقريبا 2 سنتي، فلو طلع من عضلة الرحم اللي قريبة من بطانة الرحم هيعمل لي مشاكل كتير، ولو على سطح الرحم أو في عضلة الرحم مش هيعمل لي عمره مشاكل إلا لو حجمه كبر. علشان كده احنا بنقول يا ستي ما تقلقيش خالص من وجود الورم. لو مش عامل مشاكل، أولا هي بنقول إن ممكن يكون ما عندهاش مشكلة خالص، وطول ما عندكيش مشكلة محدش هيقرب لك منه خالص. قاعدة بنحطها لجميع الدكاترة أبنائنا وزمايلنا، طول ما الورم اللي فيه مش عامل أي مشكلة للست محدش يقرب منه. وبننصح الست كل 6 شهور اعملي أشعة تلفزيونية، طول ما حجمه ما بيزيدش بصورة مخيفة بنسيبه، ما بنقربش إلا لو هو عامل فعلا مشكلة. دايما الأورام تفسيرها مرتبط بنظريات، لكن في حاجة مهمة قوي جنب الأسباب، عشان بنقول سبب الورم يبقى سؤال غبي، لكن نقول عوامل مساعدة تؤدي الورم. سؤال حضرتك جميل جدا، هو فعلا في عوامل مساعدة. أهم عامل مساعد هو سن الست من 30 إلى 40، مشهور قوي الورم في هذا السن، زائد تأخر سن الزواج، زائد تأخر في الإنجاب. آخر حاجة الست اللي عندها عدد أولاد أقل، ودي تفسيره العلمي بسيط جدا، إن الورم الليفي بتغذى على الهرمون الإنساوي اللي بيزيد في الدورة الشهرية. عدم وجود الدورة الشهرية حماية، فالست اللي حملت وقعدت 9 شهور اتحمت من هرمون الاستروجين اللي احنا بنخاف منه واللي بيغذي الورم. عشان كده واحدة اتأخرت في الزواج الدورة منتظمة، اتأخرت في الحمل وهكذا. الأكل ممكن يلعب دور؟ والله لا، هو احنا طبعا عارفين في بعض اكلات فيها استروجين زياده، بس الاستروجين اللي موجود في الاكل بنسميه فايتو استروجين، ما هوش مضر قوي بالنسبه لنا. راس منع الحمل مضر قوي بالنسبه لنا، انما العوامل دي احنا زي ما حضرتك قلت دي عوامل مساعده، على مش هي السبب المباشر. داخل عندي جزء استعداد جيني، فمثلا يلاقوا السودانيات اكتر كتير من كل البلاك ريس عموما، بيبقى فيه نسبه اعلى من الافارقه اللي هم الجنس الافريقي. نعم. بالظبط كده. هل الاورام اللي فيها بتقسم كانواع، يعني ليها انواع ولا حسب مكانها؟ الاثنين. احنا مثلا زي ما بنقول الاورام اللي فيها اشهر مكان لها عضله الرحم في جسم الرحم، انما ممكن تيجي في عنق الرحم هتدي لي مشاكل حضرتك قلتها دلوقتي في المقدمه، خاصه بالجهاز البولي. مع عنق الرحم هيضغط على الحالب، ممكن تيجي في اماكن مختلفه، انما اشهر مكان لها هو عضله الرحم ذات نفسها. اما يجي في العضله، يجي في العضله في النص زي ما احنا شايفين في الصور، يجي في النص، يا اما يطلع داخل تجويف الرحم زي اللي في الصورة هنا، يا إما فوق سطح الرحم، ودي هنشوفها في الصورة التانية برضو موجود فوق سطح الرحم. طيب احنا عايزين نبدأ الأول بالمنظر الأمامي، ناخد المنظر الأمامي كصورة لوحدها، لأنه الناس حافظة قوي المنظر الأمامي أكتر من المنظر الجانبي. لو احنا بصينا للمنظر الأمامي كأدي رحم شايفينه وجها لوجه، هنشوف في المنظر الأمامي ده رحم تجويفه سليم وطلع حاجات كتير حواليه كتل. هنلاقي 2، يعني في الصورة اللي على الشمال هنلاقي ورم ليفي في العضلة بتاعة الرحم عمره ما هيعمل أعراض، وفوق سطح الرحم برضه مش هيعمل أعراض لأن أحجامهم صغيرة جدا. إنما في الصورة اللي على اليمين داخل تجويف الرحم
لا ده انا عايز اقول لحضرتك لو ضغط فقط على البطانه هيديني اعراض. وهنا الاعراض اللي مشهوره جدا ودي الست وهي جايه لنا عارفين ان عندها ورم اللي هي عدم انتظام الدوره او النزيف الزياده مع الدوره الشهريه. بنعرف على طول ان ده ورم ليفي يا اما داخل التجويف او ضغط على البطانه. اوكي. وده لازم التعامل معاه جراحيا باستئصال. تمام. انا لما بشوف المنظر ده منظر امامي. امامي. طب المنظر الجانبي بقى. المنظر الجانبي يعني اخد الصوره من جنب. بالظبط كده. المنظر الجانبي عندنا اللي في النص ده خرج من جدار الرحم وسقط في داخل تجويف الرحم. كويس؟ التحتاني هنبص نلاقي انه ضغط على بطانه الرحم وما ظهرش قوي في التجويف. الاثنين دول هيعملوا لي اعراض، هيعملوا اعراض اللي هي النزيف. برضو اللي فوقيه ضاغط برضو هيديني اعراض. انما اللي في الناحيه اليمين خالص ده اللي جاي في عضله الرحم نفسها وظهر بره جوه بره جزء صغير ده مش هيديني اي اعراض. وده اللي الست ممكن تقعد بيه، ما عندناش فيها مشكله. ما عندناش فيها مشكله. اذا يبقى كلمه سؤال اعراض، لانه احنا كدكاتره بطنه ممكن احنا نفسنا نغلط، يعني تيجي لنا ست تشتكي مثلا من قيء، تيجي لنا من الم في بطنها، فاحنا نفسر عنه قولون عصبي ويبقى هو ورم ليفي. هو الورم الليفي ما بيعملش معانا الم الا لما بيحصل مضاعفه مشهوره في النساء اسمها ريد جينيريشن او تحلل احمر. دي الحاله الوحيده اللي بيديني فيها مغص. ايه اللي بيحصل في التحلل الاحمر؟ اللي بيحصل ان الورم ذات نفسه الاوعيه الدمويه اللي رايحه له بتتقفل وهو نفسه بيلف. الديجنريشن ده نفسه هو اللي بيطلع توكسيك ماتيريالز اللي بتعمل لنا زي الكرامبات في عضله الرحم. بتبقى الام هي ما تقدرش تستحملها. دي تعتبر مضاعفه. مضاعفه. والمضاعفه مش مشهوره. يعني قليله الحدوث. لكن الاعراض بقى المشهور اشهر عرض اللي قلناه اللي هو النزيف. النزيف واضطراب الدوره ده مشهور جدا عندنا. لما بيكبر الورم زياده عن اللازم بيعمل تقل في الحوض، وزي ما قلنا لما بيجي في عنق الرحم هيعمل لي اعراض في المسالك البوليه وهيتخم فيها دكاتره المسالك البوليه. هو كله بيتخم على فكره. أيوة. الورم الليفي مخادع. بطبيعته. اكيد. يعني ايه تاني ممكن يخمنا؟ الورم في الرجلين والالام واحتباس البول. حلو قوي. الورم في الرجلين ده هيجي لي امتى؟ ده هيجي لي متاخر قوي. ده ورم كبير جدا، كتير شلنا اورام قد البطيخه. تخيل واحده شايله بطيخه جوه بطنها، طب عامله ايه؟ ضغط على الاوعيه الدمويه وعلى الاوعيه الليمفاويه وبالتالي تعمل لي ورم في الرجل. بس دي في مراحل احجام ضخمه جدا. في الاحجام احنا الاحجام الضخمه دي فضحه نفسها. وعايز اقول ان الورم الليفي بيكبر ببطء شديد. يعني لما اقول لك على سنتي او 2 سنتي في السنه هتعرف اما توصل لبطيخه ده وصل بعد قد ايه. والنهارده مع انتشار السونار اصبح كل الدكاتره بتكتشف من بدري بدري. كويس قوي. سؤال جانبي يعني يهمني انا كدكتور، لو لقيت ورم ليفي بينمو بسرعه اشك في ايه؟ لا هنا دي بقى رغم ان احنا بنقول ان الورم الليفي نسبه تحوله الى ورم مش حميد 1 إلى 200. ودي نسبه ضعيفه. امتى اقلق منه؟ لما الاقي انه معدل زياده حجمه سريعه جدا، ساعتها ما استناش. ودي لها علاقه مباشره بالجينات. ففي الحاله دي ما بنهزرش. اوكي. ونحن نتحدث عن الورم الليفي وهذا المرض المنتشر، يبقى هناك سؤالين مهمين جدا. العلاج الطرق الكلاسيكيه والتقليديه في التعامل مع الورم الليفي امام فيرسس التقنيات الحديثه، بلاش فيرسس حلو فيرسس ليها ذكريات وحشه معانا. امام التقنيات الحديثه في التعامل مع الورم الليفي. السؤال ده سؤال تكنولوجي حديث. الطريقه القديمه افتح البطن وشيل. صدقني دلوقتي بقت نادره ان احنا نلجا لها. ليه؟ الورم اللي من داخل تجويف الرحم هنشيله بمنظار الرحم. منظار الرحم دي اله بنخش من داخل تجويف الرحم من غير فتح بطن وبنشيله، ومعانا فيديوهات نوريها. اللي فوق سطح الرحم هنشيله بمنظار البطن وبنشيله بنفس التكنيك بنفس الطريقة بتاعت فتح البطن. ولا يبقى لفتح البطن إلا
لو عندي أعداد كبيرة وأحجام كبيرة. حديثا ده احنا عايزين نقول لحضرتك لو احنا ما بنتكلمش على الحمل و و و في طرق أخرى غير جراحية ان احنا نصغر الورم. فمثلا لو ستة جالها الورم ده في سن قرابة الأربعين، لا في طرق ان احنا يحصل تحلل لهذا الورم بيها، نحلله احنا بقى، نخليه يتحلل، نعمل له احنا emulsification بالضبط كده، اسمها مايولايسز اللغوي، لغة يعني اللي هو بندوبه. في طريقة تانية طبية ان احنا بندي دواء، احنا مش لسه قايلين ان الاستروجين او الهرمون الانثوي بيغذيه، ان احنا نوقف هذا الهرمون. فالستات اللي حول سن الاربعين هي كلها كم سنة وحطقت على الدورة، فبنديها حقن توقف لنا، بتشتغل على الغدة النخامية تخلي المبيض ما يفرزش هرمون الاستروجين فيصغر الورم، وهذا وارد جدا. فإذا الجراحة التقليدية أصبح مكانها ضعيف جدا، والحالات محدودة. المناظير حلت محلها. المناظير إيه ميزات المناظير؟ لو إحنا قلنا المناظير هنقول منظار رحم ومنظار بطن. منظار الرحم ميزته ما عنديش فتح بطن، عندي ميزة أهم إن أنا ما فتحتش عضلة الرحم. ولو حضرتك سألتني يعني إيه، تخيل زمان أما ست عندها ورم داخل التجويف كنا نفتح البطن ونفتح عضلة الرحم كلها ونخش جوه التجويف نشيله. الست دي ما تيجي تحمل مكان فتح الرحم أصبح ضعيف. حتى احنا النهاردة بننصح حتى لو هتفتح البطن تشيل أورام وعندها ورم داخل التجويف، لا في نفس الجلسة اعمل منظار رحم وشيله عشان ما تضعفش عضلة الرحم وتفتح، عشان خايف من بعبع وجبار اسمه انفجار رحم بعد كده. بالظبط كده. برافو عليك دكتور نسا، احنا مش خايفين بقى. انا كنت جايب امتياز بس كده. ده منظار رحم ده ورم ليه في خرج بره عنق الرحم. الست حست بيه يعني وهي في الحمام، حست ان حاجه مدلدله منها. اما عملنا منظار الرحم الطريقه التقليديه ان الدكتور يخش يمسك ده ويشده، لا احنا لازم نخش بالمنظار نشوف بدايته فين، زي ما احنا داخلين جبنا بدايته وبالمقص مسكناه وقصناه ونقف نستنى نشوف ان ما فيش نزيف بعديه وخلصت القصه. اذا بالبلدي جبته من جدره، ما شلتش جزء وسبت جزء. ده المناظير، ده منظار الرحم. في منظار للبطن بقى، لو الورم منظار البطن احنا بنقول نفس اللي بنعمله في فتح البطن بنعمله منظار البطن حتى الخياطة، ودي اصبحت سهلة علينا. بالمناسبة في الجمعية العالمية لمناظير النساء كنا بنحط كاتيجوريز، مستويات، من اصعب العمليات بالمنظار البطن الجراحي هو الاورام اللي فيها، لان فيها خياطة وازاي تخيط من خلال المنظار، ودي درجة عالية بنقولها ما ياخدهاش الا الاكسبرت قوي في هذا المجال. انما زي ما بنفتح البطن بكل الخطوات بنطبقها بالمنظار. منظار البطن برضو ده منظار، بس ده هنا عندنا ورم ليفي حجمه متوسط في منظار الرحم، السكينة داخلة من وراه، بنشيل جزء جزء كأننا بنقشط فيه لغاية ما نخلصه كله، ده حجمه متوسط. ده اسلوب ازاله برضو، ازاله. احنا بنجيله بايه دلوقتي؟ دي سكينه، دي الكترو سيرجري، الكهرباء الجراحيه او الليزر. سواء دي او دي بنشيل جزء جزء لغايه ما يتشال بالكامل. اوكي، برضو من خلال منظار بالظبط كده. طب لو الورم اللي فيه كبير ضخم جدا برضو المنظار ممكن يلعب دور؟ ما هنشوف في الفيديو اللي جاي. من اكبر الاورام اللي فيها حتى مش عارفين نخش وراه عشان نشيله من كتر حجمه الكبير. لو حضرتك حريف جلسة واحدة، احنا بنقولك لو لقيته كبير قوي وحضرتك امكانياتك مش قوية لا شيله على مرحلتين. يعني مثلا هنا في الفيديو ده من كبر الورم بالعافية عارفين نيجي من وراه. الأوعية الدموية دي اللي بتميز الورم الليفي من احنا بالمنظار بنشخصها، بتشيل جزء جزء، ده كان حجمه تقريبا 5 سنتي من أكبر الأحجام. ندننا نشيل جزء جزء لغاية ما نخلصه للآخر. طبعا قطر 5 سنتي ده يعني قطر كبير كده. طب يعني ده برضو على فكرة دي طريقة
برضو بدأت مع البروستاتا، يعني نفس طريقة تبخير البروستاتا. هي هي نفس الطريقة، نفس الطريقة برضو. كانوا بتوع المسالك يسموها تي او ار. بالظبط كده. هم اول ناس استخدموها على فكرة المسالك، ولا الناس اول ناس؟ انا لا، ده انا عايز اقول لحضرتك حاجة، احنا المنظار بتاعنا كان يورولوجيكال ريسكتوسكوب، يعني بتاع مسالك. وبعدين طوروه للناس. هم الاول المسالك، هم نعترف يعني قوي بانه المنظار بتاعهم كان، احنا نعترف بذلك. عظيم جدا. طيب ليه الاورام اللي في الطرق الحديثه، احنا اتكلمنا عنها في التعامل مع الاورام اللي في، ليه الاورام اللي في بتقف امام الحقل المجهري؟ طبعا الناس يمكن كتير بترتبك ما بين الحقل المجهري وما بين التلقيح الصناعي، فانا عايز افهم الناس يعني ايه حقل مجهري. الحقن المجهري قصته ان انا بدي للست منشطات حتى لو تبويضها كويس. في التبويض الطبيعي هتطلع لي بيضه في الشهر، لا انا عايز 5-6 بيضات. اديتها الادويه والمبيض اشتغل، اما بتصل الى حجم البيضه 20 ملي بديها بنج وبسحب البيضه. وعشان نسهلها على الناس، البيضه بنشبهها بحبيه العنب، قشره جواها ميه وجوه الميه دي بذره. فأنا بخش جوه حبيت العنب وأسحب المية وأدور على البذرة. أما باخد البذرة دي قدامي حاجة من الاتنين أعملها، قدامي أعمل أطفال أنابيب أو حقن مجهري. لو خدت البذرة كما هي وحطيت حواليها حيوانات منوية وسبت الحيوان يخش بنفسه جوه البيضة، ده اسمه أطفال أنابيب. أنا اللي بسيبهم لوحدهم كده هم يتعاملوا، وما أشرتش البيضة ولا عملت ما جيتش جنب البيضة. والطريقة دي ما حبيناهاش لمجموعة أسباب. واحد، طب ما جايز البيضة اللي انت حضرتك ما قشرتهاش دي تكون مش ناضجة، او ناضجة وبايظة، ماشي. جايز الحيوان اللي دخل جواها براسين او بدلين، طب ما جايز البيضة سليمة والحيوان سليم والحيوان لم ينجح في الدخول الى جوه البيضة. بالظبط. سنة 94 طلع حاجة جديدة اسمها حقن مجهري، اللي اول خطوة فيه بقشر البيضة. اما اشهر البيضة هعرف البيضة دي ناضجة ولا لا، فيها تشوه ولا لا. الستة طلعت 10 بيضات، منهم 5 كويسين وناضجين. همسك ادور لكل بيضة على حيوان منوي مع الفرازة، حركته كويسة ما فيهوش تشوهات. همسك الحيوان المنوي ادخله جوه البيضة واحط البيضة اللي اتحقنت في الحضانة 12 ساعة لغاية ما اشوف حصل التحام ما بين الحيوان المنوي والبيضة ولا لا. الالتحام دي بنسميه اخصاب. البيضة اللي تم اخصابها تاني يوم على طول هتنقسم الى خليتين ثم 4 ثم 8 ثم كذا. النهارده خلاص بقى انا اصبح عندي جنين، سواء جبته باطفال انابيب. ده اسمه جنين. جنين اللي هو الانقسم ده، هو ده اسمه حدا جنين. 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 يعني انا كانت اسمها بيضه وبعدين بيضه مخصبه وبعدين جنين. بالظبط. انا خدت الجنين ده وهنقله. سؤال حضرتك جميل بقى، الست دي عندها اورام، هل ما نعملش الحقن المجهري ونشيل الاورام ولا نعمل في وجود الاورام؟ ده السؤال اللي هو اللي بنسموه بقى، يعني البيضه الاول ولا الفرخه؟ ولا الفرخه ولا البيضه، اللي هو مشهور قوي. وهنلاقي فيه، معرفش اذا كان ينفع هو مدارس ولا اتجاهات ولا في جزئيه ما فيش حد هيختلف فيها. ان الورم الليفي اللي ضغط على بطنه الرحم او حتى قريب منها لازم يتشال، ما فيش اتنين دكاتره هيختلفوا على دي. إذن الورم الليفي اللي قريب من بطنة الرحم أو ضغط على بطنة الرحم أو ظهر في التجويف لازم يتشال. اللي فيه خلاف بقى واللي فيه مدارس، الورم الليفي الصغير اللي موجود في عضلة الرحم أو على سطح الرحم. في ناس تقول نسيبه ونعمل حقن مجهري، وفي ناس تقول لا لازم نشيله، وده له وجهة نظر وده له وجهة نظر. أيوة. وجهة نظر اللي بيقول لك يشيله وأنا منهم، ان الورم الليفي بيفرز ماده اسمها بروستاجلاندين. الماده دي مهمه قوي، خلي بالكوا. البروستاجلاندين دي ماده من المواد اللي بتلعب دور مهم جدا في الالتهابات. بالظبط كده. عندنا احنا بتلعب دور ابوخ، انها بتزود انقباض الرحم. دي بتطلع في وقت الولاده. فانا الماده دي لما تكون زياده بتزود انقباض الرحم اللي انا هنقل فيه الجنين. عشان كده الدكتور حتى اللي قرر انه يسيب الاورام اللي فيه، احنا بنقول اني ورم اللي فوق السطح او اللي جوه العضله، سيبناه. بس لازم افهمها ان نسبه الحمل هتقل في حدود 15%.
ليه؟ علشان توتر الرحم وانقباضات الرحم الزيادة. عشان كده أنا واحد من الناس أحب أشيل. يبقى احفظه عشان البروستاجلاندين. اكتبوه على التلاجة. أنا بحفظه. بروستاجلاندين. طيب لو الورم عند الأنبوبة مثلا. عند الأنبوبة ده أولا ممكن يأخر لها الحمل. لأن على الأنبوبة هيسد الأنبوبة. لوجيك جدا. لو ما تأخرتش في الحمل وهو جنب الأنبوبة، طب ما ده مكان قريب من اللي هيحصل فيه اللي احنا بنسميها إمبلانتيشن أو زرع الجنين فيه. يعني ده ورم قريب من يعني هنا أدي ورم واحد. وحنشوف بعد ثانية واحدة فتحة الأنبوبة تحته ورم صغير مش كبير، بس مكانه اللي بايخ جدا. وهيقفل الطريق المهم. هيقفل جداً. الطريق. ودي ورم تاني تحته على جنب. الاثنين جنب الأنبوبة. دكتور أيمن طبعا أنت عارف، المشاهدين مش واخدين مالهم، أنا عندي هنا ورم جميل جدا، ده راشق في فتحة الأنبوبة عند الفيمبريال اند كده. مش فيمبريال، من جوه كورنيال اند، على من ناحية الرحم. عشان الناس تعيش معانا، الفتحة الداخلية للأنبوبة. الورم ده احترنا فيه، عادة بنشيله بالليزر أو بالكهرباء الجراحي زي ما احنا بنعمل دلوقتي، بس الحرارة نخاف عليها تأثر على الأنبوبة. فعملنا إيه؟ عملنا كريز يعني فتحة كده، وكملنا الباقي كله بالكولد سيزر أو بالمقص العادي. علشان ما تنتجش حرارة جنب الأنبوبة تبوظ لي وظيفة الأنبوبة. ده واحد من الأورام اللي يمنع الحمل، ويعمل لو حملت يعمل سقط. يبقى إذن الورم ممكن بمكانه وبتأثيره الكيماوي. بالظبط كده. بالظبط كده. يبقى حضرتك ميال لإزالة. إزالة. ليه بقى؟ لسه حضرتك سألني وقايلين إن عملية الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب عملية دقيقة جدا ومكلفة. طيب أخد أعلى فرص في نجاحها. بالظبط. بالظبط كده. ومؤثرة نفسية، يعني لما الست تفشل في الحقن المجهري وهي عندها اعتقاد إن الحقن المجهري ده اعلى درجات التكنولوجي، احنا عملنا معاكي اعلى حاجه في التكنولوجي وفشلت. فبيجي لها صدمه نفسيه كبيره. والله احنا من اهم الحاجات الكاونسلنج قبل لما تعمل. احنا كلنا بنقول ان الحقن المجهري له نسبه نجاح. شوف الحته البايخه يا دكتور ايمن، بنقول لها ادعوا ربكم وانتم موقنون بالاجابه. يعني عشمي. حتى الخواجات اما تقول لها خدي سبرين تقول لك يو شود بليف ان ات، لازم تعتقد فيه عشان يعمل نتيجه. منين هي هتعتقد وتدعو ربنا وهي مقانه بالاجابه؟ ومنين انا عندي احتمالات انها ما تحملش؟ واحتمالات مش قليله، يعني احنا في احسن الصور 50-60% حمل او نجاح. انما بنقول لها ايه؟ ان احنا بناخد بالاسباب وبنعمل كل اللي عندنا علشان نوصل الى هذه النتيجه. عظيم. طيب وحضرتك من مبدعي هذا المجال، ونقدر نقول ان احنا كان حظنا حلو، اعتقد انه جيل النساء والتوليد كان حظه حلو تتلمذ على ايدك وعلى ايد اسماء بتوصف بانها كمان على المستوى الشخصي كمان مختلفه في النساء والتوليد. اسماء كثيره يعني بداوا الحقن المجهري. نظرتك، نظرة الأستاذ دكتور أيمن عسافة الآن لحالة الحقن المجهري والتعامل في هذا المجال في الماركة المصرية الآن. هو هقول لحضرتك سؤالك حساس. إنما إيه؟ هو سلاح ذو حدين وخبيث. خبيث، بس خبيث خبث جميل. إحنا أول ما فتحنا كنا بنحارب، يعني أنا ثالث مركز في جمهورية مصر العربية نفتح. فأنت كنت لسه بتقنع الناس حلال ولا حرام، يعني بتخوض حرب فظيعه جدا. قعدت فتره طويله. كويس. وتشرح يعني ايه حقن مجهري. انا عايز اضحكك، احنا اول مركز باسم الخصوبه. انت عارف الشعب المصري وقلشاته، يقول لك خطوبه ولا خصوبه وبتاع عشان تشرح يعني ايه خصوبه. دي قصه. في الاول تعبنا عشان تشرح يعني ايه ونسبه النجاح وحلال وحرام. انا عمري ما انسى اما فرحنا قوي لما فتحوا في السعوديه عشان نقول لهم يا ستي فتحوا في السعوديه، يعني هنناقش بقى حلال وحرام. النهارده اما كترت المراكز، طب ما عندك كويس قوي، ده كله في مصلحه المريض او الست اللي عايزه تحمل
عندنا اماكن كتير وما عندكش الجهد اللي كنا بنعمله زمان. والبقاء للاصلح يعني اللي يجيب نتائج. اهلا وسهلا حضرتك، النتيجه بتبان بعد 14 يوم يعني ما بنهزرش. يعني لو مركز، احنا المركز عندي بقالنا 25 سنه، لو حضرتك بتفشل مش هتكمل شهر بالظبط. فالمساله سلاح ذو حدين. انت شرف كبير لينا وجودك معانا بجد، ويعني سعاده غامره ان انا استضيف الاستاذ الدكتور ايمن عساف، فده هكتبه في مذكراتي. فاتمنى انك ما تضنش علينا بهذه الزيارات، انا عارف مشاغلك، لكن يعني في وسط المشاغل الاعلام يحتاج الى عمالقه الطب انهم يظهروا فيه، لانه ظهور عمالقه الطب في الاعلام هيمحو او هيقلل من ظهور الدجالين وبعض المدعين في الاعلام. اسمح لي برضو انا وانا بختم ان انا منبهر ان دكتور ودكتور متخصص يبقى بهذه الاعلاميه. ربنا يخليك يا فندم، شرف كبير لي، شهاده اعتز بيها. طبعا قيمه علميه كبيره واسم كبير في عالم النساء والتوليد وعالم الخصوبه، وعالم يعني جليل بلا شك، لانه ضيف يعني غني عن التعريف. انا مش محتاج ان انا اتكلم عنه، لانه اعماله طوال السنوات اللي فاتت بتتكلم عنه الاستاذ الدكتور ايمن عساف، استاذ امراض النساء والتوليد، الاستاذ بكليه الطب وعضو مجلس اداره الجمعيه العالميه للمناظير والمؤسس لاول مركز خصوبه في الشرق الاوسط. طبعا بلا شك الاسم الكبير كان ضيفي العزيز. نورت يا فندم جدا. ميرسي يا دكتور ايمن. وي ويل بي باك اجين.